السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، ولك الشكر كثيرا كما تجزى الكثيرا. لك الحمد على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة. لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد ما لم يصلى عليه، اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال، تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات، وتحط بها عنا الخطيئات، وتقضي بها عنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغبات، وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام. أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب. في فيديو النهاردة إن شاء الله سنتكلم عن سورة قصيرة معجزة. هذه السورة القصيرة يا جماعة لها ثمرات وفوائد كثيرة جدا جدا، وبفضل الله لو قرأت هذه السورة القصيرة 7 مرات في شهر رمضان بإذن الله سترى ما يسرك من شبه معجزات وفوائد وأسرار كثيرة جدا جدا. طبعا يا جماعة اللجوء لله عز وجل في هذه الأوقات من أهم الأمور اللي لازم نعملها، زي ما قلت لكم أحبائي في الله قبل كده أن اللجوء لله عز وجل في الأوقات اللي هي مميزة في ديننا الحنيف هو أمر يعني مدحنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من يلجأ لله عز وجل في هذه الأوقات. وهذه الفائدة قوية جدا جدا لازم نعملها بإذن الله. أنا عايز أقولك بفضل الله عز وجل بعد ما هتطبق هذه الفائدة وتقرأ هذه السورة 7 مرات في شهر رمضان هيصب عليك الرزق من الله عز وجل صبا صبا، وهتلاقي بإذن الله الخير والرزق أتى لك من الله من حيث لا تحتسب. حيث أن هذه الفائدة يا جماعة من الفوائد القوية جدا جدا، فأنا نزلتها حتى على القناة، والفايدة ديت أحلى حاجة فيها أن تطبيقها في غاية السهولة، يعني بمجرد ما تطبق هذه الفائدة بإذن الله هترى البشارات. وأحلى حاجة في الفايدة ديت أنها مجربة، يعني بإذن الله التجربة 100%، يعني إن شاء الله بعد ما تطبق هذه الفائدة شوف بقى الثمرات اللي هتحصل لك. أولا الرزق وتيسير في كافة جوانب حياتك إن شاء الله، واللي هتمتد معاك طوال العام، مش هتمتد معاك في البداية بس، ولكن هذا الرزق وهذا الخير إن شاء الله هيمتد معاك طول العام. ثانيا زوال النحوسات والتعطيلات من حياتك، سواء كان هذا النحس أو هذا التعطيل، تعطيل في الرزق أو تعطيل في الزواج. وثالثا جلب البركة والخير الكثير جدا جدا، والفرص القوية في كل جوانب حياتك، يعني إن شاء الله بعد ما تطبق هذه الفائدة شوف بعدها هتلاقي في فرص جات لك، وهتلاقي في رزق من الله عليك به، هتلاقي زوال لأي مشكلة أو أي أزمة لو أنت كنت بتواجه عدو بإذن الله تعالى سينصرك الله عليه. وعلى فكرة يا جماعة أنا عايز أقولك أن الصورة ديت ليها كرامات، وإن من هذه الكرامات اللي ممكن تحصل معاك هو أن أنت ممكن ترى رؤية أو بشارة، ان انت ممكن ترى رؤية او بشارة خير سيأتيك بإذن الله، يعني من الممكن ان انت ترى بشارة في منامك بعد قراءة هذه السورة او بعد تطبيق هذه الفائدة. واذا كنت تريد معرفة هذه السورة وشرح تفاصيل الفائدة اتمنى ان تؤثروا التعليقات بالصلاة على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واذا كنت زائرا جديدا لهذه القناة فضلا منكم وليس امرا اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. ونبدأ أحبتي في الله ونسمي الله لشرح تفاصيل الفائدة. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم إن هذه الفائدة هي فائدة مجربة وقوية. الفائدة ديت طريقة تطبيقها سهلة جدا، بس لازم تركز في كل خطوة أقولها لك في الفائدة عشان ما تتلخبطش. انت دلوقتي هتعمل الفائدة لمدة يوم واحد فقط في أي يوم من أيام شهر رمضان.
يعني هتختار أي يوم من أيام شهر رمضان بإذن الله، وفي أي وقت من أوقات شهر رمضان إن شاء الله. إذن إحنا متفقين في البداية أن هذه الفائدة لا يشترط فيها أي يوم من الأيام من شهر رمضان، بس كل اللي هطلبه منك في الفائدة دي إن شاء الله عشان تحصل على الثمرات والفوائد الكثيرة اللي إحنا قلناها، زي ما قلنا أن البركة والثمرات في الفائدة ديت هتمتد معاك إن شاء الله بإذن الله طوال العام. والفائدة كل اللي هطلبه منك إن شاء الله أن في الفائدة ديت أنت أول حاجة هتعملها مرة صباحا ومرة مساء في اليوم اللي أنت هتعمل فيه الفائدة، يعني هتعمل الفايدة مرتين، مرة صباحا ومرة مساء، في أي وقت في الصباح وفي أي وقت في المساء، بس لازم تعملها مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. طيب هعمل ايه بالظبط؟ بداية محتاج اقولك ان هذه الفائدة بيشترط فيها شرط مهم جدا، وهي ان انت تقرأ آية الكرسي 5 مرات قبل ما تعمل الفايدة. يبقى اذا قبل ما تبدأ في فعل الفائدة هتقرأ آية الكرسي 5 مرات. بعد ما أقرأ آية الكرسي 5 مرات هعمل إيه بالظبط؟ أولا هتكون طاهر الثياب والبدن وتتوضأ وتحسن الوضوء، ثم بعدها تكون متوجه للقبلة الشريفة. وأول حاجة هتعملها وانت قاعد متوجه للقبلة ده في الصباح، وقت الصباح أول حاجة هتعملها هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تريد، وأفضل الصيغة هي الصلاة الإبراهيمية وبأي عدد. ثم بعدها هتقول البسملة 21 مرة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة. وعلى فكرة أسرار وفوائد كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى في البسملة، ومنها خاصة البسملة بقراءة البسملة 786 مرة على كوب من الماء ثم تشربه لزيادة الحفظ والذكاء. يعني لو انت عايز الله تعالى يمن عليك بقدرة عالية، او لو كنت عايز ان ربنا يمن على ابنائك بقدرة عالية في الحفظ والذكاء، بتقرأ البسملة أو بتردد البسملة 780 مرة على كوب ماء ثم تجعل ابنك يشرب هذا الماء. ومنها وليها فوائد كثيرة جدا، منها البدايات الحسنة، ومنها ان انت لو عايز ان الله تعالى يكرمك في شغل معين او موقف معين انت داخله. طبعا كل حاجة بيبقى ليها طريقة وليها فايدة معينة ان شاء الله. انا على قد ما اقدر بحاول انزل لكم كل الفوائد وكل الامور الخاصة بجلب الرزق وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور. فبالتالي زي ما قلت لكم لازم تقرأ البسملة 21 مرة، ديت أول خطوة. الخطوة الثانية إن شاء الله بإذن الله هتقرأ هذه السورة العظيمة المعجزة، وهذه السورة هي جماعة لها ثمرات وفوائد لا تعد ولا تحصى، وهي سورة القدر. هتقرأ سورة القدر 7 مرات. أول حاجة هتعملها هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي عدد، ثم بعد ذلك هتردد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة. بعد ذلك بتقرأ سورة القدر 7 مرات. بعد ذلك بإذن الله يا أحبابي آخر خطوة في الفايدة إن هنردد هذا الدعاء، وهو دعاء قوي جدا ومجرب 100%. هتقرأ هذا الدعاء العظيم 7 مرات. تقرأ هذا الدعاء العظيم 7 مرات، والدعاء بإذن الله هو يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم، أسألك أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ده الدعاء إن شاء الله اللي انت هتقوله وهتردده 7 مرات بالعدد. يبقى احنا زي ما قلنا إن شاء الله بإذن الله هنعمل الفايدة ديت مرتين في اليوم، هي بتتعمل يوم واحد بس زي ما قلنا، مرة في اليوم هتعملها مرتين، مرة صباحا ومرة مساء. ونفس الخطوات اللي انت هتعملها في الصباح هي نفس الخطوات اللي انت هتعملها في المساء. وان شاء الله بإذن الله زي ما احنا متعودين كل تفاصيل الفائدة وخطوات الفائدة انا كاتبها لكم في صندوق الوصف. واتمنى بجد ان تكونوا استفدتم من الفيديو، واتمنى لو كان عندكم استفسار او كان عندكم اي مشكلة اكتب لي في التعليقات، وبإذن الله عز وجل بفضل الله هرد عليك قدر استطاعتي. وفي الختام اسأل الله ان يوفق كل من رأى هذا الفيديو وان يحقق له كل ما يتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير.